بس ميرسي قوي 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 يا جماعه تطلبوا هلا سبيشال ريكويست لميس حديدي. رشدي فنان مؤثر مؤثر جدا على الفن المصري، وعايزه اقول لك يعني عرباوي بموت فيها، كعب الغزال طاير يعني. يا هوا مؤثر في الفن الشعبي، يمكن ما بنسمعهوش كتير دلوقتي، بس قد ايه قلبي يا قلبي يا ابو الحياره والله لعملك شارع وحاره. بصي الكلام والكوبليه اللي بعده رهيب برضه، وابنلها عشه من ني الاخضر
وحبه حبه تصبح حمار. نيل اخضر يا جماعه، ده نسينا المصطلحات الجميله دي. لبدر الصحراء خضره وميه، وازرع الحنه في ايدها وايديها. اظن شاعرنا الكبير ابنودي طبعا. ابنودي ابنودي وقتها عمل طفره، وكان الصراع الفظيع ما بين عبد الحليم ورشد. طبعا احيانا الموسيقار الكبير استاذ حلمي بكر. يعني حاجه تجربة رائعة حقيقي. تجربة أنا معايا اتصال مهم جدا من الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، ويبدو أن لديه خبر مهم. مساء الخير يا دكتور أيمن. ربي يكون حلو. أهلا بيك. أعتقد أن اجتماع القوى المدنية المشاركة في التأسيسية له نتائج، لو ممكن تقولها لنا. يعني الحقيقة الاجتماع ده بينتهي بعد، أنا حضرت الاجتماع قبل نهايته بدقائق لمهمة محددة، لكن احنا حددنا مطالب بعينها تتصل برفضنا الطريقة التي تدار بها الأمور داخل الجمعية الأساسية، وتحديدا طريقة إدارة المستشار حسام الغرياني للجلسات، والإصرار على يعني خلق الدستور ومحاولة إنجازه بطريقة تحول الإنجاز إلى مفهوم عكس الإنجاز، تحول الإنجاز إلى كارثة. الحقيقة أبدينا ملاحظة على اللجنة الخماسية التي شكلت الصياغة، قلنا إحنا بنرفضها، قلنا إن إحنا بنرفض الاعتراف بالجلسات الأخيرة، جلستين الأخيرة اللي تعرض فيهم بعض رموز الحركة المدنية لشكل من أشكال الترويع والإرهاب والبلطجة، اللي هي الحقيقة كانت بتمارس زمان البرلمان على الأعضاء المعارضين، نجدها الآن بتمارس من بعض الناس على بعض الرموز المحترمة داخل اجتماعات تتصل بدستور مصر. فدي كارثه الحقيقه. طيب انتهيتوا لايه يا دكتور؟ انتهينا ان هذه المطالب اذا لم يتم الاستجابه اليها خلال الساعات القليله من 48 ساعه القادمه، احنا اولا علقنا حضورنا، لن نحضر الجلسات، وانا علقت عضويتي كوكيل لجمعيه تاسيسيه، وقلنا ان خلال 48 ساعه اذا لم يتم مواجهة هذه الأزمة وحل هذه المشاكل احنا لن نكمل العمل في الجمعية التأسيسية، ويتحول التعليق إلى قرار بالانسحاب. طيب مين القوى المدنية المشاركة في هذا الاجتماع؟ كان حاضر الاجتماع دكتور سيد البدوي، عمرو موسى، أسامي كثيرة، وأسامي الدكتور عبد الجليل مصطفى، دكتور جابر نصار، دكتور وحيد عبد المجيد، أيمن نور، محمد محي الدين، عبد المنعم التونسي، اسامي متعدده في دكتور سعاد كامل. احنا سمعنا دلوقتي يعني. هل ده لب الحوار اللي حدث الان بين السيد عمرو موسى والمستشار الغرياني؟ احنا فوضنا السيد عمرو موسى ان هو ينقل هذا الكلام للمستشار الغرياني، وفوضنا اخرين في نقل هذا الكلام لرئيس الجمهوريه لابلاغه ان المده المتبقيه وهي 12 لمده غير مقبوله وغير معقوله، ولا يمكن ان نقبل بسلق الدستور. واحنا طلبناه، او يعني من سيبلغه رساله هيطالبه باجتماع عاجل خلال الساعات القادمه ما هو طلب مد او فتح مده الجمعيه من 12/12 الى 3 أشهر على الاقل، حتى لا يكون الامر مجرد انهاء لمشروع دستور غير مكتمل وغير ناضج وغير معبر عن طموحات الثوره والامه المصريه. بشكرك دكتور أيمن نور، وذلك في نتائج اجتماع القوى المدنية اللي قررت أنها آخر مهلة ليها هي 48 ساعة قبل تعليق عضويتها إذا لم يتم فتح المدة 3 أشهر، تغيير أسلوب إدارة المستشار حسام الغرياني لإدارة الجلسات ومطالب أخرى. بشكرك، بس معلش ده خبر مهم ما كانش ينفع إن احنا نفوته. معانا اتصالات هاتفية كثيرة، هل معانا الاتصالات يا جماعه؟ طيب لحد ما طارق من القاهره، اتفضل يا طارق. طارق يا طارق، طيب طارق معايا؟ طب طارق سامعني؟ سامع حضرتك. اهلا بيك، اتفضل. اهلا بحضرتك. اتفضل. انا كنت بسمع حضرتك انت وغاده دلوقتي. نعم.
اولا عرباوي بتاعت حسن ابو عثمان مش بتاعت عم عبد الرحمن. انا اسفه لانه فعلا شريف عازف القانون بالفرقه قال لي انه ده غلط وكنت لسه هصلح. انا اسفه مظبوط. ميرسي يا طارق، انا متشكره، جمهور مصحصح. لا يا فندم، اصل عرباوي دي بالذات ليها قصه. ايوه، لان كان عم عبد الرحمن وقتها كانت بقى الازمه مشتده ما بين الوالد وعبد الحليم. انت مين؟ انت طارق؟ ده واضح انه انا طارق محمد رشدي. انت طارق مين؟ انا سامع طارق. طارق محمد رشدي. طارق، يا سلام. اولا اهلا بيك، وانا سعيده انك اتصلت بيا، ويعني والدك من يعني اجمل الفنانين طبعاً اللي طبعاً. من تراب هذا الوطن الحقيقه. يعني ربنا يخليك يا رب. انا عايز اقول لحضرتك يا مدام لميس حاجه. اتفضل. ان الوالد رحمه الله عليه في الاخر قال ربنا اداني العمر لما مع مصر دي فيها اتنين، أمال ماهر وغادة رجب. يا سلام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، يا رب يخليك. فبقول له ليه؟ فبيقول لي يا ابني بعد أم كلثوم أنا ما سمعتش غير الاثنين دول. الله يا جميل. الله. وكانش بيحب يصرح بيها لأن هو كان بيحب أنغام قوي. فعلا. بس قال لي، كان دايما يقول لي كان دايما يقول لي غادة طالعة من حجر موسيقي شاطر قوي. طبعا. ماسكة بمتمكنة من صوتها وماسكاه قوي. طب يا طارق، وهم دول اللي ربنا رزقني بيهم بعد ام الست ام كلثوم. طب يا رب يخليه. طارق، انا عايز اعرف تراث والدك هتعمل فيه ايه؟ مش ممكن الغنى ده والفن ده والاداء، يعني مش ممكن ده يروح، لازم الاجيال الجديده تفضل تسمعه يا طارق. بصي حضرتك، كان والدي قبل ما توفى كان عمل اعاده توزيع للشغل، ولكن طبعا بحكم اللي حصل في الثوره المكتبه، طبعا حضرتك عارفه اللي حصل في مكتبه التلفزيون، عارفه، والشغل اغلبيته في منه اتسرق وفي منه ضاع، لكن ده موجود. والغريب يا مدام لميس ان تراثه كله موجود في الدول العربيه. صحيح. ابيض واسود وملون. عندك انت حاجات منه وعندكم؟ طبعا. طيب. يا فندم ممكن تسيب نمرتك في الكنترول يا طارق؟ عندهم أرجوك. يا هانم عندهم. طيب، لان انا مهتميه ان احنا نيجي نصور معاك ونشوف الاسره ونسمع عن محمد رشدي. لازم الجيل ده يعرف عن العظيم محمد رشدي، واحد من اجمل الاصوات واعظم الاصوات الفن طبعاً الشعبي طبعاً في مصر. طبعا. ميرسي يا طارق، انا شكرا جدا قوي. ليك. ميرسي قوي قوي. طارق محمد رشدي، انا بشكرك. أنا شكرا. انا اسفه ان انا غلطت في اسم. طيب. الشهر. فيروز من القاهره، اتفضلي يا فيروز. ايوه، مساء الخير. اهلا بيكي. مساء النور. ازيك يا استاذه نميس يا عمر؟ الله يخليكي. ميرسي. انا عايزه اقول لك انت استاذه سياسه ونغم. الله يخليكي والله، وبحبك. ميرسي. وبعرف الدنيا عن طريقك. ربنا يخليكي. ويخليكي يا رب. قولي لي، عايزه تسمعي من غاده؟ انا غاده احب كل حاجه هي بتقولها، انا مسمياها اخر العنقود الجميل. يا رب يخليكي. ميرسي. قولي لي، انا بعرفها وهي عندها 8 سنين بس هي ما تعرفنيش. بجد؟ سمعتها وهي مره بتغني اغنيه لطيفه قوي وهي صغننه، وكان معاها وجدي العربي. وجدي العربي. يا ده زمان فعلا جدا. في نادي. زمان جدا. طب قولي لي يا فيروز، عايزه تسمعي منها ايه؟ انا احب اسمع منها كل حاجه حلوه. طيب هنخليها تقول لنا حاجه حلوه. خلاص عينيا. ميرسي. على ذوقي برضو. ميرسي يا فيروز. هبه جات لك على الطبطبه. اتفضلي يا هبه. هبه من الشرقيه، اتفضلي يا هبه. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام يا هبه. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. معجبه بغاده خالص وبحبها جدا، بس انا كنت عايزه حضرتك في مشكله تانية. معلش. طيب أنا. ممكن مشكله تانية ناجلها بقى، لو تسيبي نمرتك في الكنترول ونحاول نتصل بيكي نسمع المشكله. ميرسي يا هبه. شكرا يا هبه. مين معانا؟ مين يا جماعه؟ طيب نغني بقى عشان وقتنا قرب. لا بس انا عارفه ان في اتصالات كتيره، خلونا ناخدها. طب وليد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا وليد. انا بحييك يا استاذ لميسه والله، علشان انت بجد جبت لنا القمه الفنيه دي اللي قاعده مع حضرتك دي دلوقتي. جميلة. يعني جميله. بجد طبعا. احنا مفتقدين الحاجات دي من زمان في وسط الزحمه والاغاني الهابطه اللي احنا فيها دلوقتي. احنا مفتقدين الكلام ده دلوقتي والله. يعني الميكروباص. ربنا يخليك يا وليد. ربنا بالزمن الجميل بجد. ميرسي يا وليد، جدا. شكرا. شكرا. نفسك تسمع ايه يا وليد؟ انا نفسي اسمع حاجه من لا تكذبي. سمعنا لا تكذبي من شويه. طب خلاص نسمع ورده بقى مثلا. حاجه بقى ورده مثلا. ورده عشان احنا كده مثلا. ماشي. ليالينا مثلا، الحاجات الحلوه بتاعت ورده دي. اهل الهوى. تمام. نعم. اهل الهوى. اهل الهوى. ماشي. اوكي خلاص. عشان بس نرجع كده للفن الجميل. شكرا يا وليد. شكرا يا وليد. مين؟ هايدي من الشرقية، اتفضلي يا هايدي. هايدي يا هايدي، مالكوا مال التليفونات؟ ركزوا معانا. طيب مفيش هايدي. مين معانا؟ طيب هايدي راحت، معلش يا هايدي سوري.
طيب نغني ايه بقى؟ اهل الهوى. اهل الهوى يعني طلبك وطلبك. ماشي يلا. اسمعوني دي مش كده؟ أهل الهوى قبل ما تسلموني اسمعوني، أهل تانية. بس بشكر الفرقه الفنيه الجميله اللي عزفت. صحيح طبعا يعني. اشكره بشكر استاذ حازم طبعا الاسطبجي، بشكر شريف بشكر القانون، بشكر محمد عبد الله البيانيست، بشكر محمد عبده بازيست، بشكر هاني الصوافر، بشكر سامح منصور بيركاشن، بشكرك جدا. انا بشكر كل كاست البرنامج، وبشكر ميساء عارف، بشكر الاستاذ محمد هاني، بشكر حبيبه قلبي لميس الحديد. ربنا يخليكي. بشكرك يا غاده على الصوت الجميل، بشكر والدك على
التربية العظيمة وإزاي رباكي فنيا وأخلاقيا بالشكل. الله يخليك والدتك شكرا. طبعا مرسي مرسي, مرسي بشكركم شكرا جزيلا. النهاردة كانت حلقة مختلفة, كل أسبوع هنحاول أقدم لكم حلقة مختلفة تخرجنا من المود وتخلينا نقدر نتحمل الحياة. وقال إيه حد النهاردة بيفتكر أشوفكم الأسبوع الجاي, وهذه لميس الحديد وحيكم تصبحوا على خير.